هنا من أمام خيمة المعتصمين الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا، كما نرى وما زال الاعتصام قائم وما زالت المفاوضات مع إدارة الجامعة مستمرة، ونريد التعرف عن قرب عن ما هي أهداف الطلاب المعتصمين داخل حرم جامعة كولومبيا حتى يكون هناك فعلا تحقيق لمطالبهم أو في الأخير فض هذا الاعتصام. نتحدث الآن إلى محمود خليل وهو أحد الطلاب المعتصمين والمنظمين لهذا أو المفاوضين الذي اشترك في التفاوض مع إدارة الجامعة. ما هي آخر تطورات هذه المفاوضات بينكم وبين إدارة جامعة كولومبيا؟ عدنا هذا الصباح لطاولة المفاوضات بعد توقف دام لأكثر من 30 ساعة بعد أن هددت الجامعة بجلب القوات الأمنية والحرس الوطني لقمع هذه المظاهرات. عند تلك اللحظة قررنا مغادرة طاولة المفاوضات لأننا لا نقبل أن نكون تحت تهديد السلاح لكي نفاوض على المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. الكثير من، إذا صح التعبير، عدوى الجامعات الأخرى تحذو حذو جامعة كولومبيا في إقامة الكثير من الاعتصامات، وهي وكأنها مرحلة ثانية بعد التظاهرات، مرحلة اعتصامات حتى تحقيق جميع مطالب الطلاب، والهدف الأول كما نتحدث إليهم هو غزة والمدنيين في قطاع غزة، وأن تقطع جامعاتهم جميع وسائل التعاون البحثية والاستثمارية مع إسرائيل. عبد الرحمن البرديسي، التلفزيون العربي، من أمام خيمة المعتصمين في جامعة كولومبيا، نيويورك.